في العاصمة بغداد تتميز الأكلات الشعبية بمكونات غذائية ووصفات خاصة لا يتقنها إلا البغداديون. المطبخ العراقي عامة والبغدادي خاصة لديه تاريخ طويل ويعود إلى حضارات السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين، حيث أن بعضاً من الألواح التي وجدت في الآثار القديمة في العراق تظهر وصفات لتحضير الطعام الذي كان يعد أثناء الأعياد الدينية.